سبق قبل كده كنت عملت فيديوهين بتكلم فيهم ازاي تنقل اي داتا عندك على التليفون، سواء مثلا صور او فيديوهات او ملفات ايا كان نوع الميديا، يعني تنقلها من التليفون للكمبيوتر والعكس. ايه عامة هيظهر كده في الاي اللي فوق دوت، وهسيبها لكم برضك في صندوق الوصف. النهارده ان شاء الله دي برضك الحلقه الثالثه، او معايا برنامج جديد برضك هيقوم بنفس الوظيفه، ازاي برضك تنقل اي ملفات عندك من على التليفون للكمبيوتر والعكس. فده موضوع حلقه النهارده ان شاء الله. بس يعني لو الحلقه عجبتك واستفدت مني حاجه، ما تبخلش عليا بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل زر الجرس. يلا بينا على الشرح يا شباب. طب يا جماعه، رجعنا بعد الانترو كالعاده، نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب بص، طبعا البرنامج ده لازم تنزله عندك على الكمبيوتر وعندك على الموبايل. هنيجي مبدئيا الاول كده بالنسبه للكمبيوتر، هتيجي هنا تفتح كده هنا عندك اي براوزر، وتعالى في جوجل كده واكتب هنا سند اني وير بي سي، خش على اول نتيجه بحث هنا كده، تخش على هنا. طبعا هو هنا متوفر بقى لكل حاجه عندك، الاندرويد والاي او اس ومش عارف امازون وويندوز بتاع. المهم يعني هتيجي طبعا انت هنا على الويندوز مثلا، وتقول له هنا انت 32 او 64، فانا بالنسبه لي الويندوز 64، هضغط عليه هنا. هنا طبعا مساحته 107 ميجا بايت، انا طبعا منزله بشكل مسبق قبل كده يعني. فهنا اهوت طبعا هتسطبه عادي خالص، دبل كليك عليه تسطيب عادي جدا، اقول له هنا كده انستول. هو هنا بيقول لي اصلا، هو هنا بيقول لي ان هو شغال قبل كده، ان اصلا مسطبه قبل كده، بس انا بسطبه تاني معاكم يعني. طيب هنا خلاص هو فينش، ادي كده شكل البرنامج معانا اهوت. طيب نيجي بقى بالنسبه للتليفون. بالنسبه للتليفون هنا اهوت، انت طبعا هتفتح عندك جوجل بلاي عادي خالص، وهتيجي عندك بردك في السيرش فوق وتكتب سند اني وير، هيطلع معاك اللي هو البرنامج ده. هو طبعا مجاني طبعا يا جماعه، هينزل معاك تقول هنا كده اوبن. طيب هنفترض دلوقتي بقى ان انا عايز ابعت حاجه من على الكمبيوتر للموبايل او العكس. فهنفترض الاول ان انا ابعت مثلا من الكمبيوتر للموبايل، هنفترض مثلا ان في صوره زي الصوره دي كده، انا عايز ابعتها من الكمبيوتر حالا على الموبايل. انا همسكها كده شدها وارميها هنا على الكمبيوتر هنا كده في البرنامج. هنا طبعا هنلاقي ظهر معانا هنا اهو رقم، هتيجي طبعا عندك انت في التليفون وهتقول له هنا ريسيف. ريسيف دي اللي هو استقبال يعني، اضغط عليها هنا كده. هيقول لك هنا طبعا حط الرقم اللي ظاهر قدامك هنا اللي هو 384567، وهتقول له هنا كده ريسيف. اهو ناخد بالنا بدا اهو يبعت الصوره. طيب انا الصوره خلاص وصلت عندي اللي هي فوق اهيت، اللي هي ديت وصلت عندي هنا خلاص اهو. طيب هنفترض بقى العكس، ان انا دلوقتي عايز ابعت حاجه من عندي من على التليفون على الكمبيوتر، هتيجي هنا كده عندك على التليفون وهتقول له هنا كده سند، وهنختار مثلا ايه، اختار مثلا اي صوره حتى لو نص الصوره حتى، هنعلم عليها هنا كده وهنقول له هنا كده سند. طيب هنا طبعا برده جاب لي رقم اهوت، هاجي هنا في الكمبيوتر وهقول له هنا اهو 019503، وهقول بعد كده هنا انتر، وبعد كده اضغط على اللي هو السهم ده. طبعا الفولدر ده انت ممكن تضغط عليه ويعني تشوف انت عايز تحفظ الصوره دي فين، فهنسيبها مثلا في الديفولت بتاعها اللي هو داونلود يعني. المهم هضغط بعد كده على اللي هو شكل السهم ده، هلاقيه بدا برده يبعت الصوره اهوت، والصوره جت معانا. ممكن تجيبها على طول بقى هنا من شكل الفولدر ده، اضغط عليها هنا كده اهي الصوره اهي يا شباب. فبس يا جماعه طبعا ده برنامج جميل جدا في ان انت تبعت بقى اي حاجه من التليفون للكمبيوتر او العكس. انا طبعا سبق قبل كده كنت شرحت يعني حلقتين او اكتر من حلقه عن نفس الموضوع ده، هسيب لكم برده في اخر الفيديو كده يعني، لو انتم حابين برده تشوفوا اي برنامج منهم بقى يعني ايه اللي يمشي معاكم او اللي يعجبكم فيهم يعني. وكالعاده يا جماعه لو وجدتكم اي مشكله سيبوا لي في الكومنتات، وبس لو عجبك الفيديو ما تبخلش على بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل زر الجرس. وبس كده يا شباب، سلام.